ما نمت. مو يعني النوم، زي اللي جيتك قاعد عشان تقعد وياي شوي. رفيجتي تسولف لي عن الشاليهات، تقولي ونيسين وشرحين. ايش رايك نحجز لنا واحد كم يوم؟ قاعد اكلمك. دايخ ما بيسولف. اقعد بروحي. أول مرة؟ العادة ما تنام لين تأكد إني مرتاحة، ولا تحط لقمة بحلجك لين تأكد إن الأكل عاجبني، ولا دشيت المطبخ تطلع منه بقلاصين ماي، واحد لي وواحد لك، وتلحقني بالمزرعة من مكان لمكان بس علشان تتمشى معاي. وينك هالمرة؟ زين، أنا كنت ملاحظة كل شيء كنت أسويه علشانك، ملاحظة كل هالتفاصيل. وينك؟ اليوم وينك؟ اليوم أنا جاي مع الكل بس مو جاي معك، وبالي مع الكل بس مو معك. شفتي شلون طلب الاهتمام مذلة؟ حسيتي ايش كنت تسوين فيني كل هالسنين؟ وصلني الغرفة على الأقل. أخرني. خليك معاي دقيقة بس، دقيقة مو أكثر. وهي خبصتيني فضة، أنت شايفة الطريق شلون ظلمة وخرمس، مخلي واحد من الشباب يجي ويانا. لا وي، أنا ما أبي أحد يدري، وبعدين ما مدانا نتصرف. وأنت ليش لحق الولد؟ بيعرف وين رايح، وين ما اخذته السياره. انت شايفتها قبل هالمره؟ اي شفتها مره يطلع من البيت معاهم بدون ما حد يدري. لا يكون نجاة تدري. لا يا معوده الا نجاة، ما نبيها تدري كلش، مو ليا. امشي امشي بسرعه دوسي. يلا ها، ما بروح ما اشوف انا بهالليل. والله ما خربت بس هذا ما ادري وين رايح. هذه ايش فيها ضحكت بعد؟ نعم نعم خلاص، مو شغلك انت اللي نام. عزمت؟ مو متأكد 100%، بس أحس هذا أحسن شيء ممكن يصير بحياتي. مع أنه تبي صدق، أحس انها طاخه اليومين، بس خلاص ما قمت اثق فيها. ادري بترد على عوايدها القديمه، وبنرد لنقطه البدايه والصفر.